طيب بينضم لينا دلوقتي الاستاذ طارق قنديل، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي في تنزانيا، وكان حاضر الحقيقه الكواليس في مباراه الافتتاح في الدوري الافريقي ما بين النادي الاهلي وسيمبا، وتواجد النادي الاهلي كبير افريقيا، وكان المسؤولين حريصين الحقيقه عن البطوله بتواجد ان يكون النادي الاهلي متواجد في افتتاح هذه المباراه، في افتتاح هذه البطوله، لانه وجود النادي الأهلي له مدلول ومكانة خاصة عند الجميع الحقيقة، فهو كبير القارة الأفريقية وصاحب الإنجازات ونادي القرن في أفريقيا، وده كان واضح الحقيقة في حديث كل المسؤولين عن الرياضة في العالم. أنا بتكلم، أنا عارف أنا بقول إيه، في العالم. وشفتوا حضراتكم إنفنتينو قال إيه وكلامه عن النادي الأهلي. أستاذ طارق خليني أرحب بحضرتك، إزيك يا فندم؟ ازيك كابتن اسلام؟ اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ كله تمام؟ تحياتي ليك وللقناه وللمشاهدين. ربنا يخليك يا فندم، يعني خليني ابدا مع حضرتك، نهنئك الاول على صعود النادي الاهلي الى الدور نصف النهائي او الدور قبل النهائي في الدوري الافريقي بعد مباراه او بعد ما تعادلنا مع نادي سيمبا التنزاني 3-3 وصعدنا الى الدور قبل النهائي، فالف مبروك يا فندم. الحمد لله، وان شاء الله تكمل على خير يا رب. يا رب ان شاء الله. عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر عن ما حدث في افتتاح الدوري الافريقي وحديث انفنتينو عن النادي الاهلي، وخصوصا ان انت حضرتك كنت منزل صور واحنا عملناها او عرضناها يوم الاحد اللي فات، كانت الحقيقه صور رائعه جدا جدا تدل على مكانه النادي الاهلي وحضرتك ممثل النادي الاهلي. حضرتك يا كابتن اسلام تعرف انا كنت مسافر بصفتي كرئيس للبعثه، والصفه الثانيه نيابه عن كابتن محمود الخطيب في الافتتاحيه بتاعت البطوله والمراسم المتعلقه بالاجتماعات بالنسبه للكاف بالنسبه للاتحاد الدولي. ايوه طبعا موتسيبي وانفانتينو لم يخلوا الكلام على عظمه النادي الاهلي. انفانتينو يعني قعد يتكلم عليها فتره معايا، يعني النادي الاهلي ده فريق كبير ونادي عظيم ومتواجد دايما بشرف افريقيا في كل المحافل، واتكلم على رمزيه كابتن محمود الخطيب جامد، يعني حاجه بالنسبه للشرق الاوسط كله، يعني كده حاجه نفخر بيها وحاجه قيمه عاليه. حاجه كانت تفرح قوي اللي هو تقديرهم التام من كل الرموز اللي كانت حاضره بصراحه يعني. مكانة النادي الاهلي. يعني حاجه بتبسطنا، يعني الحمد لله في تقدير كامل دايما للنادي الاهلي، خصوصا النادي الاهلي من الحمد لله يعني نادي القرن، النادي المشارك في كل البطولات، النادي الحائز على اعلى بطولات في افريقيا. ايوه كل الكلام ده كان واضح وقرروا فيه يعني. فان شاء الله ربنا يدي النادي الاهلي اكثر واكثر ودايما مشرف. أهم حاجة لفتت نظرك في هذه المباراة اللي هي مباراة الافتتاح الحقيقة، يعني كنا بنتكلم على أن النادي الأهلي يعني أو الشركة المنظمة كانت بتدور على النادي الأهلي، أو لما جم قعدوا مع النادي الأهلي هنا وعملوا معاه اجتماعات كان بيحاولوا أن هم يلبوا كل طلبات النادي الأهلي علشان يكون متواجد في مباراة الافتتاح يا أستاذ طارق. وقبل المباراة في الافتتاح قابلت مسؤول عن الشركة المنظمة، قعد اقل حاجه قلت ده وقال اكثر كمان، يعني على ان كان يهمنا جدا 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 تواجد النادي الاهلي، وان كل الاريحيه كل في اي طلبات ليه في البطوله دي، ان تواجده هو اللي هينجح البطوله. الراجل قال لي باللفظ كده، تواجد النادي الاهلي هو اللي نجح. استاذ طارق ايه رايك في البطوله الدوري الافريقي بشكل عام الحقيقه حتى الان؟ طبعا هي اول تجربه، مجال تقييمها يعني لسه بعد ما تخلص البطوله، لكن طبعا جوائز قيمه، وفي نفس الوقت حاجه جديده بنظام طبعا الاتحاد الافريقي، هي واضح انها كمان مطار اعجاب من الاتحاد الدولي يعني من الفيفا وكده. طيب ان شاء الله تستمر كويس، وان شاء الله يكون لينا حظ فيها يا رب. يا رب ان شاء الله. بعيدا طبعا الضغط اللي دايما النادي الاهلي فيه ده قدره يعني. ما انا لسه كنت هقول لك، بكره الفرقه هتسافر ان شاء الله يعني الله يكون في عونهم، لاعبين اول امبارح وهيسافروا بكره، هيلعبوا الحد يرجعوا الاثنين. بس دايما الحمد لله هم على قدر المسؤوليه ده النادي الحمد لله. شايف فريقنا ازاي يا استاذ طارق خلال الفتره السابقه الحقيقه ووسط هذا الجدول الصعب جدا فيما هو قادم يعني؟
طبعا بكرر لحضرتك، عارف ان احنا كاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي التفويض التام لكابتن محمود الخطيب في الاشراف على الكوره، كلنا ثقه في كده. حقيقي والحمد لله النتائج طول الفتره اللي فاتت مع حاجات كثيره جدا. طبعا الدور الحمد لله اللي بيقوم بيه مجلس اداره بقدم كابتن محمود الخطيب دور يعني في ظل ظروف كتيرة قوي خاصة بالحاجات المالية والأزمات المالية والاقتصادية والكلام ده، اوكي إنما الحمد لله يعني بقدر الإمكان ملبى طلبات الأجهزة وكده في النادي الأهلي. حقيقي فما فيش حاجة، إن في صعوبات موجودة غير طبيعية في الوقت اللي إحنا موجودين فيه، يعني في أي مؤسسة المفترض إنها عايزة دايماً تنجح تبقى الأول. الحالة الاقتصادية العامة والأزمة العالمية وكل ما يحيط بينا طبعا مؤثر جدا. فإن شاء الله برضو نتمكن النادي الأهلي إنه دايما يكون رقم واحد. طيب استاذ طارق، دايما كنا بنتكلم قبل 1/9 اللي فات انا وحضرتك كرئيس للجنه العضويه في مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس، كنا دايما بنتكلم ان احنا عايزين الناس كلها تيجي قبل 1/9 علشان الامور. دلوقتي اخبار الدنيا ايه واخبار العضويات في مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس؟ اللي انا عارفه ان الامور الحمد لله ماشيه بشكل جيد جدا. الحمد لله ما زال الاقبال كويس جدا على سواء التجمع الخامس او الشيء الجيد كمان. في المنشآت الجديدة اللي تم افتتاحها مؤخرا اللي ما اتعملهاش يعني حفل افتتاح حاجة للظروف الراهنة، لكن مظبوط. في كم منشآت اتعملت جديدة في الشيخ زايد. فرع التجمع يعني كل يوم ما شاء الله تم عضويات ملحوظ فيه، فحتى بعد الزيادة ما زال الإقبال مستمر، لأن برضه ما زال سعر الاشتراك في النادي الأهلي لكم الحاجات التسهيلات اللي موجوده جوه النادي من منشآت والعاب واخلاقه يعتبر زهيد قياسا لانديه كتيره جدا. يعني برضو هي الاضواء الزيادة العامله على فكره، الاضواء العامله عليها اقبال برضو، لان برضو اعتبر مبلغ الاضواء العامله لغايه دلوقتي هو متوقع يزيد بعد كده. الاضواء العامله متضمنه ضريبه القيمه المضافه 855,000، حضرتك بتتكلم 855,000 كل على الفروع يعني. مقر رئيسي وثلاث فروع، واي فروع تفتح مستقبلا، فكل ده يعتبر قياسا باسعار انديه كتير اكثر من رائع يعني والحقيقه حتى تحديدا في التجمع الخامس الزياده الحقيقه وجهه نظر يعني ان هي ما كانتش كبيره جدا، ولكن طبعا ده طبعا مراعاه لظروف بالظبط الاقتصاديه اللي بتحصل، وان النادي الاهلي له دور مجتمعي في هذا الامر يعني. بالظبط والحمد لله برضو اقبال على عضويه النادي الاهلي زي الحاجات اللي كلنا بنتكلم عليه سواء منشآت او خلاف او العاب او خدمات فرديه، وقيمه النادي الاهلي كنادي تربوي الحمد لله. يعني الاباء والامهات بيبقوا مطمنين على اولادهم هم جوه النادي الاهلي، صحيح قيم بولي منظومه اخلاق معينه مفيش حد بيحيد عنها. طيب استاذ طارق اخيرا، هل هناك افتتاحات قادمه في اي مقر من مقرات النادي الاهلي الاربعه او الخمسه اللي موجودين؟ طبعا في حاجات منشآت يعني الاداره الهندسيه شغاله فيها، فان شاء الله يعني كل يعني قريب هيكون مؤكد في تاني ان شاء الله يعني. دائما الحقيقه حضراتكم يعني كمجلس اداره بتعملوا اللي عليكم زياده في هذه الامور، وتقريبا البرامج او البرنامج اللي بتضعوه قبل بدايه الانتخابات، انا فاكر السنه اللي يعني من سنتين عندما يعني لما نزلتوا الانتخابات مره تانية، كابتن محمود عمل يعني قبل الحمله الانتخابيه بتاعته عمل كشف حساب كبير لمجلس الاداره السابق، وكان تقريبا 100% من كل الامور اللي حضراتكم يعني وعدتوا بيها اعضاء الجمعيه العموميه حصلت، واعتقد ان ده هيحصل الاربع سنين القادمه بهذا المعدل الكبير اللي حضراتكم ماشيين بيه الحقيقه. هو بفضل الله يعني يمكن حضرتك من لو في حضرتك من الانتخابات اللي قبل دي الانتخابات الاولى كانت كابتن محمود الخطيب وقائمته، كان يعني اول مره في الانديه ان يكون في برنامج مكتوب. صحيح. برنامج مكتوب يعني على اساس الجمعيه العموميه تحاسب عليه المجلس، وبالتالي كابتن محمود الخطيب اصر بعد نهايه الدوره اللي فاتت ان هو تقديم كشف حساب مقارنة بالبرنامج نفسه اللي كان تم وضعه. صحيح. قبل، والبرنامج ده لو تفتكر حضرتك شارك فيه اقتصاديين وفنيين وهندسيين حاجات كتير قوي عشان النادي الاهلي نفسه يستفيد. فالحمد لله، والنادي الاهلي يستحق كده، وجمهوره واعضاء جمعيته الامميه يستحقوا كده طبعا.
يعني انا بشكرك جدا يا استاذ طارق على وجودك معانا، الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك وتمنياتنا دائما بالتوفيق خلال الفتره القادمه.